استخدام العبارة else ضمن العبارة if. عند العمل مع عبارة if ربما ستكتب لوب كود PHP إضافي ترغب بتنفيذه في حال أعطى الشرط بخرجه القيمة false. بإمكانك القيام بهذا بإضافة العبارة else إلى العبارة if مطبوعة ببلوك التعليمات الإضافي كما هو موضح في البنية التالية. سنشرح العبارة else من خلال مثال عملي. ضمن ملف نصي وبين معرفي البداية والنهاية في لغة PHP أسند القيمة 5 للمتحول X، ثم أكتب عبارة if وبعدها أكتب الشرط X أكبر من 5، ثم أكتب التعليمة التالية لعبارة if وهي print X value is greater than 5، ثم أكتب عبارة else وأكتب بعدها العبارة التالية وهي print X value is not greater than 5. قم بحفظ الملف ضمن المجلد htdocs وليكن اسمه else.php. افتح مستعرض الويب وافتح الصفحة else.php. ستجد أن مستكشف الويب وبسبب أن شرط if أعطى القيمة false سيقوم بتنفيذ التعليمة التالية لعبارة else وسيطبع العبارة x value is not greater than 5. إن استخدام العبارة else سيتيح لك بناء كودات معقدة، ولكن بعبارة else يكون متاح لك تنفيذ عبارة وإن لم يتحقق الشرط. PHP ستتيح لك اختبار مجموعة من الشروط المتتالية واحدا تلو الآخر كما سترى في الدرس القادم.